مصر اليوم يتردد اسمها عاليا خفاقا في كل البقاع قاصيها ودنيها، ولأول مرة يصل مسؤول مصري إلى رانجون عاصمة بيرما في الشرق الأقصى ليربط بين شعب مصر وشعوب هذه المنطقة من العالم. وتشتهر رانجون بمعابدها التاريخية، إنها معابد ضخمة البناء أبراجها من الذهب الخالص. هبطت طائرة الرئيس جمال عبد الناصر في مطار أمانجا لارون في رانجون وفي طريقه إلى مؤتمر باندونج، ونزل السيد الرئيس من الطائرة وبرفقة الباندت نهرو وسردار محمد نعيم خان نائب رئيس وزراء أفغانستان والصار صلاح سالم، حيث كان في استقبالهم أونو رئيس وزراء بيرما وشوين لاي رئيس وزراء الصين الشعبية والوزراء وكبار المسؤولين. وقلد رئيس وزراء بيرما السيد الرئيس وزملائه باقات الزهور تحية لهم، وتقدمت فتيات رانجون بملابسهن الوطنية يحملن الأزهار وينثرن مياهها المعطرة تحية للقادم العظيم وصحبه. ووافق يوم وصول الرئيس جمال عبد الناصر لمدينة رانجون يوم الاحتفال بعيد المياه، ويبدأ عادة برأس السنة الجديدة عندهم، وهو من الأعياد الوطنية التي يحتفل بها أهالي بيرما احتفالا عظيما. ونزل الرئيس جمال عبد الناصر والرؤساء والمرافقون في ضيافة السيد رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، وبعد أن استراحوا قليلا ارتدوا الملابس الوطنية لمشاركة الأهالي أفراحهم في عيدهم القومي عيد المياه، فاستقلوا السيارات إلى الأحياء الوطنية وسط حفاوة بالغة. وأخذ الضيوف أماكنهم في صدر مكان الاحتفال، حيث شاهدوا عرضا راقصا قدمته فتيات رانجون بملابسهن الوطنية. بينما أخذ الأهالي ينثرون مياه الورد على السيد الرئيس وصحبه، وشارك جمال عبد الناصر ورفاقه الأهالي أفراحهم بهذا العيد، فأخذوا بدورهم ينثرون المياه عليهم وعلى بعضهم بعضا، وينثرون معها المحبة والصفاء. وقصد الركب بعد ذلك إلى حي آخر بين هتافات مدوية بحياة الزائرين. وشهد الضيوف في هذا الحي نوعا آخر من الرقص الوطني المعبر، عقبه نثر المياه من الجميع على الجميع. كان سرور الأهالي بالغا بالرئيس جمال عبد الناصر، فهو أول مصري مسؤول يحضر إلى هذه البلاد. وفي المساء حضر السيد رئيس جمهورية بيرما حفلة الاستقبال الكبرى التي أقامها تكريما للضيوف الكرام، وصافح سيادته السيد الرئيس جمال عبد الناصر بحرارة، كما صافح الضيوف مهنئا إياهم بسلامة الوصول. أمضى معهم بعض الوقت في حديث أظله السلام، وتناول ما تهدف إليه شعوب العالم من حرية وإخاء.